الكثير من الدول داخل حلف الشمال الأطلسي وخارجه يقدمون أنواعاً مختلفة من الدعم لأوكرانيا ضد روسيا. وحسب تقارير إعلامية نشرت قبل أسابيع قليلة، فقد قام الجيش الأوكراني بقتل 12 جنرالاً كبيراً في الجيش الروسي على خطوط القتال الأمامية، وهو الشيء الذي سبب صدمة للمحللين والمتابعين لقدرات الجيش الروسي. كيف استطاع الأوكرانيون قتل هذا العدد الكبير من الجنرالات الروس؟ ونفت مواقع عدة تدعم موسكو في هجومها على أوكرانيا تلك التقارير في البداية، إلا أن مصادر روسية أكدت صحة مقتل جنرالات روس دون أن تذكر عددهم. واليوم تبين بأن الجيش الأوكراني قتل الجنرالات الروس بعدما حصل على معلومات تفصيلية عن أماكن تواجدهم من قبل الاستخبارات الأمريكية، وذلك حسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وحسب الصحيفة فالمعلومات جاءت من التقييمات الاستخباراتية الأمريكية لخطة موسكو السرية للقتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث ركزوا على توفير مواقع وتفاصيل حساسة حول المقرات المتنقلة للجيش الروسي، واستطاعوا تحديدها رغم أنها كانت تتنقل بشكل مستمر. وجمع المسؤولون الأوكرانيون المعلومات الجغرافية التي لديهم مع المعلومات الاستخباراتية التي حصلوا عليها من الأمريكان، بما في ذلك الاتصالات التي تم اعتراضها والتي ساعدت الجيش الأوكراني على تحديد أماكن تواجد جنرالات كبار في الجيش الروسي، ثم هجموا عليهم بعدة طرق بما فيها ضربات مدفعية دقيقة أدت إلى مقتلهم. وأكدت الصحيفة بأن التعاون الاستخباراتي الأمريكي مع الأوكرانيين كان له الدور الأكبر في حسم المعارك لصالح الجيش الأوكراني، وخصوصا في أطراف العاصمة كييف التي انسحب منها الجيش الروسي وتوجه نحو شرق أوكرانيا. وبالمقابل وصف مجلس الأمن القومي الأمريكي تقرير نيويورك تايمز بأنه عمل غير مسؤول. وقال المتحدث باسم المجلس أدريان واتسون بأن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم، ولا تقدم معلومات استخباراتية بهدف قتل جنرالات روس. أما رد الكرملين على التقرير فجاء على لسان المتحدث الرسمي ديمتري بيسكوف، الذي قال بأن روسيا لديها العلم بأن أمريكا وبريطانيا ودولا أخرى تزود الجيش الأوكراني بمعلومات استخباراتية، إلا أن هذا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها حسب قوله. فهل تعتقد بأن الاستخبارات الروسية قادرة على مواجهة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية واستخبارات دول أخرى؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.